لا من كان منهم على التوراة والإنجيل فهذا مسلم، ومن كفر منهم غير وبدل هذا يحكم عليه بالكفر. هذا قبل بعثة، بعد بعثة النبي لا كفر، من دخل منهم في الإسلام كعبد الله بن سلام وغيره مسلم، ومن بقي على يهوديته حتى لو بقي على التوراة غير ما يعتقد على التوراة أو على بعض الذي لم يحقق ما يقبل منه. فاليهود والنصارى بعد بعثة النبي ولم يؤمنوا بالنبي كفار طبعا، ولا يغرون لا بالجهل ولا بالتأويل ولا، وكلهم كفار عوامهم وكبارهم وصغارهم، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع لا يجوز الخلاف فيه. ومن خالف في النصارى حتى عوامهم وقال لا يغرون بالجهل هذا كافر بالإجماع.